مشاهدين بشكر الجمهور وبشكر جمهور النادي الاهلي على استحماله. يا فندم احنا بنشكرك والله ان انت روحتنا. انا ببارك جدا لكل جمهور النادي الاهلي وبارك لنفسي كمان على الانجازات من قناه جديده لسه من وقت قليل جدا لاستاد يعني حاجه عظيمه وفخر وشرف لكل اهلاوي بجد. دايما الاهلي سباق الحقيقه. الحمد لله رب العالمين على نعمه الاهلي. بجد يعني الحقيقه انا فخور جدا وسعيد جدا وباذن الله اول ماتشات النادي الاهلي هنا هو باذن الله ان شاء الله هبقى في ثالثه شمال باذن الله واقعد وسطيهم معلق. ان شاء الله. الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في جميع انحاء الدنيا. وهنشوف هم تقريبا اتعادلوا ضربه جزاء. هم تقريبا اتعادلوا. انت قلت لي في فرقه كسبت بتتصد من بلال. ما تزعلش يا بلال. برافو ميرو. ضرب جزاء الاولى للاحمر. تركيز واضح على حارس المرمى. تعالى بقى خش بقى استلم. وسام حسني جاي يقعد جنبي اعتقادا ان انا مش عارف اللعيبه لكن مين. لا ده احنا النهارده اكتشاف مذيع عالمي للكره المصريه الاستاذ بيومي فؤاد معلق للكره المصريه الجديد. مذيع ممل جدا. شربيني التمثيل. حبيبي ربنا يبارك فيك. زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بيحاول يوسع له كابتن اليمين شريف عبد الفضيل. شريف عبد الفضيل اوبا جوه جون يا سلام يا كابتن شريف. فاكر اسامه ماتش 4-3؟ طبعا. مين يقدر ينسى ماتش 4-3؟ الاهلي تعادل. الزمالك يجيب جون. الاهلي تعادل. الزمالك يجيب جون. شوف الروح الرياضيه الجميله. الزمالك يجيب جون. لا الاهلي الزمالك كان فريق كبير والاهلي فريق كبير طبعا. هنا نجوم وهنا نجوم. احلى ماتشات الدنيا اللي شفتها. الاحلى من كده شوف الجماهير اللي كانت حاضره. طبعا استاد القاهره 70-80 ألف مشاهد ما شاء الله. وهي دي العلاقة اللي دايما ما بين الأهلي والزمالك. ما شاء الله. الله الله يا ميرو. الله يا ميرو. تاني كورة بتتصد. يرتدي قفاز الإجادة. أمير فعلا. عبد الحميد. وفاروق اللي ضيعها ومش عاجبه. محمد فاروق أحد رواد الفضاء الجدد في الكرة المصرية يضيع ضربة جزاء حاسمة. هو أحد رواد الفضاء بس مش جدد. مش جدد. ماشيها مش جدد. لو احنا شايفين مين دلوقتي؟ ميدو عبد الحميد. بالمناسبة دي أنا بحيي القائمين على تجديد الاستاد. حاجة رائعة طبعا. حفلة يعني دايما يعني من ويه لاستادات محمد أبو كامل. محمد كامل حبيبي وكل اللي بيحصل يعني مجهود رائع وكتر خير وواضح. حاجة مشرفة جدا. حاجة جميلة جدا بجد والله العظيم. وكأني في أوروبا. دايما جمهور النادي الأهلي بيستاهل كل حلوة حاجة. حلوة قوي يا سامي. جون حلو قوي. لعيب كبير سامي قمصان. لعيب كبير جدا صاحب مهاره عاليه. انا فاكر مين اللي جاب سامي قمصان الاهلي. كابتن انور سلامه. كابتن انور سلامه طبعا من جمهوريه شبين. وانت معانا النهارده. انا متابع من امتى استاذ بيومي وانت يعني الاحد الاهلاويه اللي بتشجع بجنون للاهلي. شفت ماتش 6-1 وشفت ماتش 4-3. الماتش الاحلى من وجهه نظرك 4-3؟ ليه بقى؟ استمتاع 4-3. أنا استمتع بأربعة ثلاثة. 6-1 ماتش من جانب واحد. يا عيني بص. 6-1 ماتش من جانب واحد. أربعة ثلاثة رايح جاي. أنا لا أحب أشوف الماتشات التحصيل حاصل ولا أحب أشوف الماتشات اللي من جانب واحد. صح. وماتش أحب أشوف الماتشات المنافسة مهما كانت لو فرقتي حتى مضغوطة. صح. لأني ببقى واثق. اللي بيشوط دلوقتي والله سمير العظيم ثلاثة. ماتش 4-3 أنا بتفرج عليه وأنا قاعد في قهوة في القصر العيني. كان عندي بروفة مسرح. والمخرج مغلس عليا وأنا عمال أتخانق معاه والكلام ده. رحت كان عمرو زكي جاب جول أولاني. وفاضل ثلاث دقايق والماتش يخلص. أبو تريكة خلاص. سوري أبو تريكة الأول اتعادل. عماد متعب اتعادل. أبو تريكة في الدقيقة 80 أو 82 شيكابالا جاب الثاني. أبو تريكة بقى في آخر الماتش قبل ما يخلص بثلاث دقايق جمال حمزة اتعادل رغم ضياع الأجوان الرهيب كتير.
اللي ضيعناها ما اعرفش بصراحه جوزيه كان مستحمل ازاي. حبيبي يا ميدو ايه الحلاوه دي النهارده؟ احنا الحلاوه اكتشاف معلق للكره المصريه. اقسم بالله حته جول شيء جديد لان انت رجلك مرزبه، دي كان جديد بالنسبه لي. حسيت ان اسامه صاحب الكوره. ليه؟ حسيت ان اسامه صاحب الكوره. وصاحب الملعب كان هيلم النجيله ويروح. انا حسيت له هيلم النجيله ويروح، جاب اربع تجوال لوحده. سوبر هاتريك. لا والنوم بس هقول لك، هسالك سؤال كده قبل انت بتسالني يا كابتن بلال. انتوا لفيتوا العالم. لفيتوا العالم وشفتوا استادات كتير وشفتوا، رحتوا افريقيا ورحتوا اوروبا ورحتوا كتير قوي. انا بجد ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحدث اللي بيحصل النهارده؟ احنا اكتر ناس في الدنيا لو مش عاجبنا احنا اللي نقول انه بيتنا. صح. يعني في حد في الدنيا لو قاعد في بيته هو اللي بيقول هات الكرسي ده كده، هات الترابيزه دي كده، مش عارف كذا، والتجديدات كده والكلام ده. فاحنا ما عندناش مشكله خالص نقول قدام العالم لو مش عاجبنا نقول احنا كده. هو ده الاهلي. بص الاهلي تجديدات بايدي مصريه وده شرف. هو ده، هي دي العظمه، هي دي عظمه الاهلي الحمد لله. بامانه يعني بص في كل مكان الحمد لله الحمد لله بنستمتع مش بس بنفتخر، احنا بنستمتع واحنا بنقول احنا اهلاويه. والله بنستمتع. والله في فرق، عارف ان انت بتفتخر بالتاريخ والامجاد بتاعتك. بالظبط. في فرق الحمد لله. انا بستمتع ان انا راجل اهلاوي على طول. التاريخ والحاضر والمستقبل اهلي. في ناس عندها تاريخ بس، وفي ناس عندها تاريخ وحاضر، لكن الاهلي دايما عنده تاريخ وحاضر ومستقبل، وهي دي العظمه بتاعت الاهلي. الاستاذ عمرو اديب استضافني في مره من المرات، الراجل ده انا بحبه قوي، وصفاره نهايه المباراه بفوز الاحمر وصديق خارج. الاسود الاحمر الاسود ايه الاسود؟ ايوه احنا اللي كسبنا عشان بلال. فوز الاسود الاسود الحمد لله. كام اقول؟ اقول كام الاسود؟ كام بالبر الشيش؟ اقول 6-4. حلو 6-4 ماشي. بضربات حسين شكري زعلان. حسين شكري لا باين افريقي جدا. بص انا هقول لك على حاجه، حسين شكري اول ما جه الاهلي اول بجد اول ما جه الاهلي دخل اوضه اللبس انا فكرته محترف. ما يا جماعه بقى عندنا ثلاثه لسه. حد بيحكي لي دلوقتي اللي كابتن حسن حمدي نزل قال له ويلكم. ايوه صح. انا بستمتع بيك على فكره والله. ربنا يبارك فيك جدا والله. بستمتع بيك جدا جدا جدا. تسلم لي. ويعني تشرفنا بيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بقول لحضرتك الاستاذ عمرو اديب كان مستضيفني في يوم، وكان الاهلي عنده فتره ربنا لعيدها كده فضلت يعني الفرقه نازله خالص في النتائج وكده. فهو طبعا زملكاوي كبير وشمتان فيا وبيهزر معايا وبيقول لي تقول ايه بقى اللي بيحصل للاهلي من دول؟ قلت له حبيبي يا صديق. سلام يا كابتن صديق. حبيبي صديق ده انا اللي مربيه على فكره. طبعا تربيه للاسف والله. والله ونجم كبير ونجم كبير. للاسف حلو. فرحت فرديت عليه بمطالبه صوته قلت له ينبسطوا يستمتعوا ياما متعونا. صح صح. لازم نبقى وصله. الله عليك. لما الله عليك. حاجه زي كده وتحصل اي حاجه. اي يا جماعه هو ريال مدريد ما بيتغلبش. الله عليك بجد. طبعا بيتغلب. هو البارسا ما بيتغلبش. لا طبعا بيتغلب. ها؟ لا يتغلب براحته ويتغلب قد كده ويكسب قد كده. هي دي المتعه. انك تدي برضه فرصه للناس عشان انت تلاقي منافس او تلاقي حاجه تنافس عليها. انما لو مشيت طول عمر على طول هتزهق برضه. بالظبط. برضه بنزهق من البطولات. بالظبط. حقيقي يا كابتن نورتنا وشرفتنا يا فندم والله العظيم. ربنا يخليك كابتن ايمن دجيش. ايمن هايل راجل هايل ربنا يبارك فيك والله العظيم. بس تدرسوا. انا بشكر عليكم جدا ويا رب اكون اسماعيل. حضرتك فندم ربنا يبارك فيك. سلام بتاعتك عالميه ما طلعتش خالص النهارده. ربنا يبارك فيك. نفسي اختم. اهلا وسهلا فندم حضرتك الله يخليك. نفسي اختم. ما انا عايز اختم والله. طب اعمل ايه؟ ماشي اعمل ايه؟ تختم انت بقى هنا. تختم انت حبيبي. انا معايا مايك. معاك مايك ولا هنا دي فين نخلي معانا؟ كان معكم بيومي فؤاد من استاد. لا هو احمد بلال. كان معكم احمد بلال وبيومي فؤاد من استاد الاهلي والسلام. يا رب اكون كنت خفيف معاكم. سامحوني انا ما كنتش جاهز خالص للموضوع يعني. حبيبي اميرو حبيبي. كل الفخر وكل الشرف. ونلتقي بإذن الله في مباريات قادمة في استادنا استاد الأهلي. الأهلي والسلام.